السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. جيت اليوم جبت معايا واحد الوصفة البنات اللي هي ديال السنان. طلبت مني عدة مرات من الناس اللي كيسكنوا في البادية، قالوا لي بما أنا حطيت فيديو وتكلمت على يعني الناس اللي عندهم المشكل ديال الكالكير في السنان ديالهم، عندهم ديك الصفوريه، يمشيوا لعند طبيب الاسنان يعمل لهم ديتاختراج. قالوا لي بما ما عندهمش الامكانيات ومع الصيدليات ماشي حدا لهم، ماشي حداهم، يعني هاد الوصفه كنوجهها للناس ديال الباديه اللي كنحييكم من هاد القناه ديالي. الناس اللي هما متبعيني وكيقولوا لي كتكلمي على الكريمات، يعني لي كريم ديال الوجه، كتكلمي على الوقايه الشمسيه، كتكلمي على يعني طبيب الاسنان. هاد الشيء كلشي اللي كنتكلموا عليه هما ما عندهمش في الامكانيات ديالهم. كنوعدكم في هاد القناه ديالي غادي نبدا نحط نوبه نوبه وصفه اللي هي المكونات ديالها تكون عندكم في الدار، يعني طبيعيه بلديه 100%. غادي نبدا نحط كيف قلت لكم وصفه للوجه ولا للسنان ولا اي وصفه اللي هي غادي تكون ان شاء الله للناس ديال الباديه اللي ما عندهمش باش يتوصلوا بالحوايج عبر الانترنت، ولا يمشيوا لواحد لو سيتي كوموندو منه، ولا يمشيوا للصيدليه، ولا يعني من ناحيه الامكانيات كيف فهموني. هاد الوصفه كنوجهها لكم وكنحييكم على الميساجات اللي نتوما خليتو ليا. سمحوا لي تعطلت في الرد ديال هاد الوصفه على ود مادام الامر ما كيعنينيش. طلبت من واحد الاخت اللي هي عندها نفس المشكل بحالكم تجرب ليا هاد الوصفه وتقول ليا على النتيجه ديالها. البارح عيطات عليا وقالت ليا بان نقصات ليها 50% في داكشي اللي كان عندها في سنانها، يعني الصفورية، الكالكير، ما عرفتش كنقولوا الكالكير بالمغربيه، داكشي اللي كيكون في القاع ديال المقراج وما كيبغيش يمشي. هذاك كيتكون لينا ما بين السنه والسنه ملي كنهملوا على سناننا. هاد الوصفه كنوجهها للرجال والعيالات. حيدات ليها كيف قلت لكم الصفوريه، حيدات ليها الكالكير، حيدات ليها يعني عطاتها واحد النظره لسنانها. كتعملها ثلاثه المرات في الاسبوع، انا قلت لها اعمليها جوج مرات في الاسبوع، هي كتعملها ثلاثه المرات في الاسبوع، والباقي ديال الاسبوع كتحك سنانها بمعجون الاسنان اللي هو سميتو مسواك. مسواك اللي قالت لي الاثمنه ديالو رخيصه والنتيجه ديالو يعني زوينه. انا غادي نقول لكم الوصفه اللي عطيتها متكونه من الملحه، من الحامض اللي هو الليمون، من زيت الزيتون اللي هو زيت العود. على ود بقينا كنتكلموا باللغات اللي هما ماشي لغاتنا اللي الناس تلفوا ما بقوش عارفين. مثلا انا واحد السيده قالت لي منين كتجيبي زيت الزيتون، قلت لها زيت الزيتون راه هي زيت العود ديالنا. قالت لي علاش ما كتكلموش بديك اللغه ديالتنا حنايا. قلت لها عندك حق، غادي نبدا نقول يعني السميه على جوج ديال المرات. هنا ملحه اللي كلشي كيقول الملحه، هنا الليمون اللي كنقولوا ليه في المغرب الحامض، يعني الحامض نص حامضه، وهنا زيت الزيتون اللي هو اي زيت الزيتون عندكم اللي هو زيت العود. الوصفه غادي نحتاجوا لواحد الاناء يكون صغير هكا، ما غاديش نحتاجوا البنات لا للطبسيل ولا الجبيبينيه، غير شي حاجه تكون صغيره هكا، ولا حتى هذوك اللي كنحطوا فيهم البيض ملي كتبغي تحطيه في الطبله، يعني بحال داك النويع ولا قريعه صغيره ديال الزاج. غادي نحتاج المعلقه عامره ديال الملحه، يعني هنا كتشوفوا ما عمرش بحال عليها داك الجبل البركاني. غادي نزيد معلقه واحده اخرى باش غادي نحصل على معلقه عامره. هنا خديت جوج معالق اللي هما معلقه واحده ديال الملحه. غادي نزيد قطرات من الحامض البنات، غادي تشوفوه كيفاش غادي يتفاعل مع الملحه. لهذا غادي ننصحكم بزيت الزيتون، وغادي نقول لكم الا بغيتو تعملوا شي وصفه على فمكم
في على السنان ديالكم فيها بيكربونات دو صود ولا فيها الملحة، كنصحكم بقطرات من زيت الزيتون اللي هي يا كتنفعنا اللثة ديال سناننا، داك اللحم اللي شاد فيه سناننا. على ود في هاد لا فيديو بغيت نكون واضحة، داك اللحم اللي شاد فيه سناننا. زيت الزيتون ما كتخليش الملحة يعني تبعدو من السنة، والحامض كيف كتعرفوه مع الملحة ولا مع بيكربونات دو صود كيهلك لينا داك اللحم اللي شادين فيه السنينات ديالنا. الوصفة ها هي البنات سهلة. المكونات ديالها عندكم في الدار اللي هي الملحة، الحامض، الليمون، وقطرات من زيت الزيتون اللي هي زيت العود. غادي نقبطو هاد الوصفة، وغادي تقبطي الشويته ديال السنان ديالك اللي عندك في الدار. ما كنقولش لك انا كنستعمل هادي، منتي غادي تستعملي الشويته ديالك ديال السنان اللي عندك في الدار. غادي تهزي هكذا فوالا، غادي تهزي الملحه وزيت الزيتون والحامض اللي مخلطين، وغادي تحكي بالسنه بالسنه، يعني بالسنه بالسنه. ملي غادي تحكي بالسنه بالسنه وغادي تاخدي وقتك في الحكان بالسنه بالسنه، وغادي تعمليها ثلاثه المرات في الاسبوع. غادي يعني الاخت اللي انا طلبت منها تجرب ليا هاد الوصفه، قلت لكم طلبتها الحد اللي فات وجاوبتني البارح، يعني اسبوع، قالت لي عطاتني نتيجه نقصت ليها 50%. ما غاديش نقول لكم وصفه سحريه، وانما 50% مع المداومه ان شاء الله غادي يمشي لكم داك الشيء. مادام قلتوا لي ما عندكمش الامكانيات ديالكم تمشيو عند طبيب الاسنان ولا يعني تشريو داك الشيء اللي كانوا تكلموا لكم عليه. كنحييكم من هاد القناه ديالي اللي حنا كنفكروا غير في الناس اللي عندهم لي كارت، وكنفكروا غير في الناس اللي غادي يوركوا على بوطون وغادي يجيهم كلشي حتى لعندهم، ونسينا بين ماكاينه واحد يعني الناس كثيره اللي كتشوفنا وكيتبعونا، وكاينين شي حوايج اللي كيشوفوهم وما عندهمش الامكانيات منين يجيبوهم. هاد الوصفه كنوجهها لكم، وكيف قلت لكم غادي نبدا نعمل لكم وصفه طبيعيه 100% اللي هي الامكانيات ديالها عندكم في الدار. هاد الشويته البنات كنرقدها انا حتى كنحك سناني ونسالي، وكنرقدها في زيت الزيتون وكندخلها ما بين السنه والسنه. ما تخيلوش البنات داكشي اللي كتجبد لينا هاد الشويته ما بين السنه والسنه، فيهم يعني الباكيه كيتباعوا فيها اربعه، فيهم اللي عندها سنانها ضيقين وفيهم اللي عندها سنانها شويه واسعين، فيهم الارقام. يعني ملي كتاخدي ديك الباكيه اللي فيها اربعه كتجربيهم باربعه، في دوك الاربعه كتلقي الرقم اللي غيمشي لك مع سنانك هو اللي كتبدي تاخديه ديما. وكنرقدها كيف قلت لكم في زيت الزيتون وكندخلها ما بين السنه والسنه. داكشي اللي كتجبد ليا البنات ما تخيلوش. غادي نرجعكم شويه باللور، تعقلوا البنات زمان جدودنا والدينا باش كانوا كينقيو ما بين السنه والسنه، كانوا كيقبطوا وقيده كيقسموها على جوج ولا على ثلاثه وكيدخلوها ما بين السنه والسنه وكيحكوا بها سنانهم، باش داكشي اللي ما بين السنه والسنه كيخرجوه. هادشي كان زمان كانوا كيعملوه جدودنا، يعني ما محتاجينش لهاد الشويته في الباديه، محتاجين الوقيده ولا العويد وتقسموه على داك الحجم اللي غادي يدخل لكم ما بين السنه والسنه. كنقول لكم هاد الوصفه جربوها. انا دابا غادي نكمل معكم الفيديو وغادي نمشي نعملها على سناني. البنات ما تفوتوش ثلاثه المرات في الاسبوع، انا الاخت قلت لها جوج المرات في الاسبوع، والباقي تحكي سنانك بمعجون الاسنان اللي هو عندكم وبشيتة السنان اللي هي عندكم. اما الوصفه كننصح بها جوج مرات في الاسبوع، هي عملتها ثلاثه المرات في الاسبوع بغات سنانها يعطيوها نتيجه دغيا 100%، علاش لا؟ ولكن من بعد ملي تكلمت معاها قلت لها اعمليها جوج ديال المرات في الاسبوع. كنقول لكم قبل ما تخرجوا من عندي عملوا جيم، عملوا لو بارطاج، تابوناو عندي، هادشي كيكبر بيا وكيزيد في القناه ديالي.
اللي انا كنعطيكم الحوايج اللي جربتهم فيا، ولا ما كانش الامر كيعنيني كنعطي السيده اللي هي الامر كيعنيها. ملي كتقول لي كنقول لها لا اجي نشوفك، ملي كنشوفها عاد باش كنعمل الوصفه. يعني الاخت البارح ملي تكلمت معايا قلت لها اعملي لاكام، عملت لاكام شفتها وانا كندوي معاها، يعني قلت لها دابا نعمل لا فيديو ودوموا عليها البنات باش تحيد لكم داكشي كلشي اللي في سنانكم بالحامض والملحه والزيت العود والباقي ديال الاسبوع بمعجون الاسنان ديالكم وبشيتات الاسنان ديالكم. ما تنساوش قبل ما تخرجوا من عندي كنطلبها وكنعاودها، قبل ما تخرجوا من عندي تعملوا جيم وتابوناو وتبارطاجيو هاد لا فيديو اللي غادي تديو الحسنه ليا وليكم، اللي غادا توصل لبزاف ديال الناس اللي هما في الجبال وفي الباديه، وكيف كنقولوا الامكانيات ما كايناش وكنعطيو الوصفات كيحسب لينا بين ما كلشي عنده الامكانيات باش يمشي يجيب داكشي اللي كنقاسمو معاهم. لا غادي نوعدكم بين ما غادي تولي وصفه خطره في الاسبوع للناس اللي في الباديه وبداكشي اللي عندكم وموجود عندكم. كنقول لكم السلام عليكم. حليمه كنطلب منكم قبل ما تخرجوا تابوناو وتعملوا جيم وبالاخص تبارطاجيوها باش توصل لواحد العدد كبير ديال الناس اللي كيف قلت لكم الامكانيات ماشي عند الناس كلهم. هاد الاجر ليا وليكم. نصائح حليمه على بروشان فيديو.